حقوقنا ما دونها لايدينا. انا اشهد. نبارك لمن حصل على التصويت لهذا الاسبوع ونجاته من ابراهيم للمره الثانيه. تركي بن غويزي يصنع اسمه ويثبت اسمه الناجي الثاني او الناجي للمره الثانيه الناجي من ابراهيم. نعم سالم، انا اتمنى انك تناديه الحين. انت رجالا ما عندك خطر ولا طيب. حولك من نشر طاري وتناقر المساكين اللي خصم عليهم كل واحد 7000 وتاخذها عليهم. بالله اتمنى ترك غويزي وترك الحركات اللي المشكله يبقى. فريق حتى فريق دعمه يقول احنا موقفين التصويت، بس في جمهور ما تقدر تمنع. ايه اقول لك فريق دعمه موقفين التصويت، يعني يعني فريق دعم تركي كان اكثر وعيا من تركي. سالته وقلت يا ولد انت قال انا موقف التصويت بس لسان حالي يقول مطير ما ترجع ورا حتى تنوش المجد. طيب قوموا انا اتمنى يجي معنا في الكومشروم نشوف ليش خرب على زملاء. بس انت تبي تركي غوازي؟ إيه بس تبي الصراحه حقه حق اذا رجعنا حق تركي غوازي نبغاك في دقيقتين ما احنا مبطئ. نعم ايضا نبارك للثاني اللي خذ 2000 نقطه علي بن هادي، 2000 نقطه ناقص 7000 5000 ومع ذلك ما ادري. ايضا الحاصل على الثالث نواف المخلفي، والحاصل على تقييم اللجنه يعني اللي اخذها بجهده وبادائه عبد العزيز الرباح. ابو الرباح. هذه كانت في فقره ريتنج او ريتنج لعبد الرحمن الخضيري اللي هو المقدم الجميل، المقدم اللطيف، المقدم ذو الوجه البشوش، المقدم المريح للنظر، المقدم الذي له خبره يعني اعلاميه، وفي هذا البرنامج يعني ملأ المكان في فقره ريتنج.